المنظمة هي كانت عبارة عن فكرة من مجموعة أشخاص المساعد الطفل، نشرت صورته على الفيسبوك، استمرت واجتمع عليها مجموعة من الشباب من أبناء الرقة، أثمرت أكثر من 30 حالة تم تركيب أطراف لهم، الحصول بعدها على ترخيص لمنظمة، وتم الافتتاح الرسمي بتاريخ 27/1. منذ تاريخ الافتتاح تم تركيب 3 حالات وأكثر من 250 حالة تمت معالجتها فيزيائيا. المنظمة لهذا اليوم تعمل بجهود ذاتية وتطوعية من أبناء المرقبة. لم نحصل على أي دعم لهذا اليوم.